ابو عريده مات وانا دفنته من زمان، ده فرفور. كل اللي خدوا امينوهات افتكروا روحهم خواجات. المهم يا نسا سماء، اللي بيراقبك ده ما حاولش يتهجم عليكي؟ الموضوع مش كبير قوي كده، اكيد يعني انا كان بيتهيألي او كان سكر ولا عارف. الجريمه بتبدا بالسكر يا نسا سماء. عموما لو حسيتي باي حاجه، اي نسمه هواء طايره هتجرحك كلميني على طول. شكرا. باي باي. مع السلامة. باي. ايه يا عم؟ مالك اتخضيت كده على سماح؟ مرزوق قوي. البت حلوة قوي يا منسوق. بص الواد الطور قاعد جنبها ازاي؟ حتة كراميلا. تصدق حبيتها؟ حبيتها. الفلاشة دي يا بنتي عليها معلومات مهمة جدا، ودي لستة بأسماء الناس اللي هنتكلم عليهم في البرنامج. اللستة دي فيها أسماء ناس مهمة، آخر حاجة نتوقعها إن هم ممكن يبيعوا البلد بالطريقة دي. علشان كده لازم نفضحهم ونكشف مصادر تمويلهم. الناس دي بتتاجر بأحلام الشعب الطيب الغلبان ده، وهم في حقيقة أمرهم خونة وعملاء لجهات أجنبية مشموعة. أرجوك يا بنتي خلي بالك من الحاجات اللي اديتها لك. ما تقلقش يا دكتور احمد، انا هخليهم معايا في شنطتي. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور لانك وافقت انك تطلع معانا في البرنامج. دكتور احمد، لو حضرتك قلقان او حاجه احنا ممكن نلغي الحلقه، مفيش مشكله. انا نازل من امريكا مخصوص عشان ناس مصر طيبين الغلابه محترمين، وتراب مصر الغالي علينا كلنا. خلاص يبقى نتقابل بكره في التصوير. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون حنون، وسعد زيك مجنون مجنون، ومسافر ما إيه منصور. إيه روح دلوقتي الجولة الأمنية عشان أنا عندي جولة رومانسية. ماشي يا عم منصور، فخرتها إيه معايا؟ يلا يا تجري يا نسا سماء. يا رمانة ازيك؟ الحمد لله. الكتاب ده يا سيدي رواية رومانسية اسمها حب بلا أمل. أنا بعشق الرومانسية بجد؟ بس ما بحبش الحب اللي بلا أمل. ليه؟ ما ينفعش أدم بنحب بعض يبقى على خيرة الله. مين دول اللي بيحبوا بعض يا مجنون؟ قصدي يعني أي اتنين غيرنا بيحبوا بعض يبقى على بركة الله. بحبهم يقدروا يتحدوا المستحيل، يتحدوا الصعاب عشان يعيشوا في بيت واحد. انت رومانسي بجد؟ وبحب اجنب شعري. والله طب سامعني حاجه يا بت يا هنيه، يا بت يا هنيه هجابلك في العشيه، والدنيا مشتيه اغطيكي بالدلبيه، نتزحلق نقع في الميه، وشك كان عصبيه. حاجه كده يعني جلفتها ساعه عسري على الشجر. برافو عليك. المهم قولي لي، الراجل اللي كان بيراقبك ده لسه في خطر عليكي؟ اه نسيت اقول لك، صحيح حسيت ان في حد بيفتح عليا باب الاوضه.
حصل ميتة ده؟ امبارح. بس بص انا مش عايزك تقلق، يعني ممكن يكون حد كان سكران وفتح باب الاوضه افتكرها اوضته، او يمكن يكون بقى كريم اتجنن. كريم مين يا سماء؟ كريم المفروض ان هو كان خطيب. سبتوا بعض؟ سيبنا بعض، انا اصلا جاي هنا علشان نتجوز. طب هو لسه موجود في العين السخنه ولا سافر؟ مش عارفه، انا بدور عليه في كل حته مش لاقيه. طب لو حصل اي حاجه كلمني. حصل ده؟ مين في الكلب اللي عمل كده؟ ايه ده؟ ايه المهزله دي؟ طب شوف حاجاتكم مهمه، لازم تكونوا اتسرقتوا ولا حاجه. يا لهوي. غريبه قوي يا جماعه، مفيش حاجه اتسرقت، الفلوس زي ما هي. حرامي جدع ده ولا ايه؟ حرامي ما سرقش حاجه، يبقى اكيد في هدف تاني. ده مش حرام، ده كاتب بصباع رجع على المرايه زي فيلم دايرة الانتقام بتاع علي الشريف. هتروحي منى فين؟ هتروحي منى فين ايه بس؟ هتروحي مني فين؟ انتوا في ما بينكم وبين حد مشاكل ممكن توصل للتهديد بالمنظر ده؟ انا مش قلت لك يا سماح؟ مش قلت لك ان المخرجين هم اللي ايه بس؟ انا المذيعه، يعني انا اللي قدام الكاميرا، يعني انا اللي بتحاسب على كل كلمه بقولها. بقول لك ايه يا سماح؟ نعم. ليله امبارح يعني وانت جاي من البار، ما لاحظتش حد ماشي وراكي كده ولا كده؟ بار؟ انا ما رحتش البار امبارح، انا من الديسكو طلعت على اوضتي على طول. ما رحتش البار ازاي؟ طب سامح وعرفناه. منى مين يا ولاد الكلب؟